شايف المنظر ده او المنظر ده او المناظر دي؟ لو ذنوبك بالمنظر ده فانت هتشيلها ان شاء الله قبل ما الفيديو ده يخلص على طول. بس يا ريت تعمل لي متابعه وتعمل اعجاب للصفحه علشان توصلك كل الفيديوهات. تعال اقول لك ازاي. بخمس وصفات نبويه اللي يعمل بيهم تغفر خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. اول واحده واللي كلنا عارفينها، من سبح الله في دبر كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وتمم 100 بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الشكر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فتلك 100 غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ثاني وصفه، من قال حين ياوي الى فراشه وانت داخل تنام لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ثالث وصفه، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رابع وصفه، دي عايزك تركز فيها جدا جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم اذا لقى اخاه فاخذه بيده تحاثت عنهما ذنوبهما كما يتحاث الورق عن الشجر اليابس في يوم ريح عاصف. يعني انا عايزك تطول في السلام على قد ما تقدر مع اي حد تسلم عليه. يا عم ذنوبك بتتلاشى بتترمى كده ولو كانت مثل زبد البحر. اخر وصفه دي بقى عشان ابقى خلصت ضميري من ربنا، هتقولها معايا دلوقتي واحنا في الفيديو ذكر، هتقوله ما من احد على الارض يقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الا وحطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. انا كده خلصت ضميري والباقي عليك، اوعى تحتفظ بالفيديو لنفسك وديه وشيره لغيرك عشان يكفر بيه عن ذنوبه. يلا.